لا تطلب ما لا يطلب كالشوق والاهتمام، لا تهتم لمن لا يهتم لأمرك. من أراد القرب سيأتي، ومن أراد سماع صوتك سيتصل، ومن أراد الرحيل سيعلم أي طريق يسلك. إياك وأن تتبع خطاهم وتراقب ابتعادهم. عش على مبدأ وجودهم لطيف، غيابهم لا يضر. خذها قاعدة، لا تتعلق بالأشخاص والأشياء والأماكن لدرجة الخوف من الفقدان. إياك وفوبيا الفقد، لا شيء مؤكد وكل شيء محتمل في هذه الحياة. إياك وأن تفقد نفسك. دمتم بخير.